نخش على الماتشات على طول. يلا يلا بينا، لان احنا يعني بقالنا كده فتره عندنا ضغط شويه، او عندنا مباريات اهم من بعضها زي ما بيتقال. عندنا ماتش مهم كمان يوم الخميس القادم باذن الله بعد بكره، والاهلي فيه هيواجه المصري على استاد برج العرب بالاسكندريه تحديدا، هنا في اطار منافسات الجوله ال13 من بطوله الدوري الممتاز اللي لحد دلوقتي ماشيه كويس وماشيه كويس جدا، خلينا نقولها بهذا الشكل. الفريق بيستعد بقوه بعد فتره راحه كانت يعني السبت والحد، رجعنا بعد كده للتدريبات بالامس وعرضناها لحضراتكم انا وكريم طبعا في البرنامج، وانتظم بعد كده في المرام. خلينا نقول بقى وده الخبر الحلو، الثنائي هنا بنتكلم محمد الضوي كريستو وخالد عبد الفتاح، امبارح شاركوا لاول مره في التدريبات الجماعيه للفريق على ملعب مختار التتش، طبعا ده كان يعني مع ترحيب كبير جدا من لاعبي النادي الاهلي باللاعبين الجدد، وده الحال بتاعنا يعني ما هوش حاجه جديده، هو ده حال اي عضو جديد بينضم للنادي الاهلي. زي ما حضراتكم بتبقوا عارفين بيبقى فيه ترحاب، بيبقى فيه كيمستري حلوه جدا، بيبقى فيه دعم من اللعيبه، وده بيجي تلقائي، ما بيبقاش حد بيقول لهم لازم تعملوا كده، روح موجوده بين اللعيبه، واحنا عارفين احنا كلنا بنبقى فاميلي او بجد كيان واحد، فاي عنصر بيجي بنحاول ان احنا يعني ندمجه ما بيننا، وده اللي حصل. ويمكن اسماء كتيره جدا، يعني مش عايزه اقول حد وانسى حد، بس اسماء كتيره جدا يا كريم الفترات اللي فاتت جم وانضموا للنادي الاهلي، ويمكن هم حتى تحدثوا قد ايه كان في كيمستري وقد ايه كانت العلاقه قويه جدا كمان في فتره صغيره. من اللقطات كمان لمران امبارح كان ظهر لحضراتكم لو فاكرين بيرس تاو في التدريبات البدنيه بعد الحمد لله، بنتكلم هنا عن تعافيه من الاصابه في العضله الخلفيه، وكمان طاهر محمد طاهر شارك في التدريبات بعد تعافيه من الاصابه اللي كان في جذع في الرباط الداخلي للركبه، طبعا كلها اصابات دمها تقيل حتى اسمها تقيل جذع الركبة يعني الحمد لله على سلامتهم، ونتمنى ما يكونش في اي اصابات تانية زي ما بتقال كده الفترة دي، يقول لك لعنة الاصابات في النادي الاهلي، بجد والله حاجة صعبة جدا. بنفكر حضراتكم كمان ان طبعا الاهلي بيتصدر بجداره مسابقه الدوري الممتاز برصيد 30 نقطه، فاز في 9 مباريات واتعادل في 3، كل التوفيق لفريقنا ان شاء الله في الفتره اللي جايه.